محاولة التمرير كيرفع كرة عرضية هنا بوشروان محاولة تسديد مرة أخرى بوشا هنا تسديدة قوية وفوق المرمى بن بايلا كان صاحب التسديدة الأخيرة اليوم وكرة وفرصة على مشاري تقلع مليان أحد أخطر الفرص لحد الآن كرة أخرى مقطوعة متقدم لعناصر فريق بكر لاحظوا عناصر مهارية يحافظ على الكرة بكر يكوني التغطية تولي ذو عناصر لاسيك فريق لا يستهان هذا الفريق محاولة خطيرة وياسين الصالحي كان عائد الدفاع ثم ياسين الحق يبعد الخطورة حتى ياسين الصالحي وكل عناصر رجعت بسرعة التغطية الدفاعية والتسديدة الأخيرة من اللاعب سنتابع صاحب التسديدة إذا باتريك إيريني وهنا الركنية هل تحمل الجديد لصالح الرجاء هنا عرضية والعارضة العارضة تقف أمام رأسية عناصر الرجاء محمد فاخير واضحة كرة ما يمكنش لك تسلل الفرصة لصالح فريق الرجاء فرصة ياسين الصالحي ضائعة يا للغرابة في كرات الرجاء الضائعة في هذا الأثناء كرات ضائعة بغرابة من طرف عناصر الرجاء وهنا خطأ يقول الحكم الكل يستغرب للكرات الأخيرة الضائعة لاحظوا ياسين الصالحي يمرر الكرة خروج الحارس يبوى بالرابح كرة أمامية في الوسط مرة أخرى صالح فريق الساك ميموزا جديد من الجهة اليمنى هناك بكاري كوني الهدف الأول الهدف الأول للساك ميموزا عن طريق ساك بايو إبرارد ساك بايو إبرارد يسجل الهدف الأول أو عفوا أداما باكايوكو أداما باكايوكو يسجل الهدف الرابع له في عصبة الأبطال الأول في هذا اللقاء كايوكو هو هداف في عصبة الأبطال الآن بأربعة أهداف مجموعة ديال الفرص ضاعت من طرف فريق الرجاء وفرصة وحيدة في هذه الجولة كل الجماهير هنا كل الجماهير تنتظر عملية التنفيذ كرة الطير حسن الطير في التنفيذ كيس الكرة فرصة خطيرة كادت أن تكون في شباك الحارس دانييل يابوا وتدخل هذا الحارس المتألق والحارس تولي في التنفيذ فرصة صالح فريق الرجاء كرة عالية تعود بالراس تغلب من ضغط العمليات محاولة صالح فريق الرجاء إمكانية للتسديد هناك ضغط على حامل الكرة ولمسة جميلة من محسن متولي كادت أن تباغي دانييل يابوا وفي هذا الأثناء فريق الرجاء يضغط ويقترب أكثر محسن متولي متولي كيرفع كرة عالية هناك محاولة البحث عن راسية وضربة مرمى لصالح فريق خاسك تابعونا الإعادة متولي اللي كان صاحب المحاولة الأخيرة الجمهور بدأ يغادر المدرجات كرة أمامية والحاج نعيش الدقيقة 93 تولي هدو هدو في كرة أمامية فرصة من الجهة اليسرى صالحي صالحي كيمر الكرة كوكو دائما أمام أي لاعب كيحمل الكرة
جوج ثلاثه ديال اللاعبين من طرف فريق لاسيك. فريق لاسيك سير الايقاع بطريقه جيده وفرصه هنا لصالح فريق الرجاء. يا لها من ضربة جزاء والسواري فعل ما لم يفعله البعض طيلة الدقائق التي لعبها. وضربة جزاء ستبقى خاصة وخاصة جدا. عودة الأمل بأقدام محسن متولي، عودة الفرحة وعودة فرص التاول محسن متولي في هذا الأثناء. هنا بمركب محمد الخامس يجب أن يكون هذا المركب هنا فزاعة للأندية الإفريقية كما صنع الوداد أمام مازيمبي عندما هزمه بعد التاريخ. اليوم الرجاء يعيد كل الأجواء الإفريقية والجماهير الرجاوية للمنافسة في انتظار الثواني. سيناريو رهيب، سيناريو رهيب في لقاء الرجاء ولاسيك هنا بمركب محمد الخامس. اليوم يرى الساعة، يرى الساعة، وفي هذا الأثناء يعلن عن نهاية اللقاء بتعادل هدف مقابل هدف. والكلمة الآن للحراس، الكلمة الآن للحراس بين ياسين الحد ودانييل يابوا، بين الحارس دانييل يابوا الذي تأهل عن طريق الضربات الترجيحية في لقاء سابق له، فيما ياسين الحد في أحد أقوى امتحاناته بامتياز هذا الموسم. لاحظوا كل لحظة صعبة جدا، كل ثانية صعبة جدا. لماذا تحتج عناصر لاسيك؟ ضربة جزاء واضحة وضوح الشمس، سنتابع إن كان بالإمكان الإعادة. نحن هنا إن كنا نهلل لما يصنعه الرجاء كونه يلعب تحت راية مغربية. ياسين الحاد، فرصة عن طريق باتريك إيريني، باتريك، والهدف الأول. إذن هدف للاسيك. فرصة الآن محسن متولي، محسن متولي، والهدف الأول، الهدف الأول لصالح الرجاء. إذن سنتابع منفذ الضربة الترجيحية الثانية للاسيك.
ياسين الحاد فرصة ياسين الحاد ياسين الحاد يوقف ضربة ترجيعية لقاربا قاربا إدريس الاحتياطي يضيع الضربة الترجيحية الثانية للأزتيك فرصة لصالح الرجاء وبأي طريقة سجل ياسين الصالحي ستيفان لوكو أمام ياسين الحاد فرصة وبطريقة جميلة يسجل بايلا والتقدم دائما للرجاء ثلاث أهداف دوغبا أمام ياسين الحاد فرصة وهدف إذن هدف آخر لصالح الرجاء طير كيزدو وطريقة جميلة من طير طريقة جميلة من طير من الطير يسجل طريقة جميلة و آخر الضربات التاريخي في هذه اللحظة وفرصة ويسجل بطريقة جميلة اللاعب لامين فرصة لصالح الرجاء في هذه الأثناء